السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وهذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. المهم البنات اليوم غادي نصايبوا الطاكوس، ألذ طاكوس ممكن تصايبوه وتذوقوه، رائع جدا. كنتمنى أنكم تتبعوا المراحل حتى تلخر، كيجي لذيذ بزاف بزاف. وغادي نبداو مرحلة بمرحلة، فبقوا معايا. أول حاجة غادي نحتاجو الكفتة، درت فيها التوابل ودرت فيها العطرية، وهنايا صدر تاع الدجاج مقطع شرائح. غنحتاجو العصير تاع نص حامضة، وهنايا بصلة مشلضة، عندنا الهريسة، الموطارد، وصلصة الصوجة، زيت الزيتون، والثومة محكوكة يعني مجففة ومحكوكة مطحونة، والعطرية بطبيعة الحال. غادي نبداو على بركة الله. غادي ناخدو مقلة نحطو فيها زيت الزيتون، وغادي نجيبو قطع تاع الدجاج غادي نحطوهم. غادي نضيفو معلقة تاع الموطارد أو هاد صلصة الخردل، غادي نديرو التومة مطحونة، غادي نزيد هنايا صلصة الصوجة إلا ما كانتش عندكم بلا ما تستعملوها. غادي نديرو نص معلقة تاع البزار أولا الفلفل الأسود، ونص معلقة أولا معلقة صغيرة تاع التحميرة، بابريكا نص معلقة، سكينجبير، ونص معلقة تاع الملح. غادي نضيفو نص ملعقة أو الراس تاع المعلقة تاع الهريسة، وغادي نعصرو شوية تاع عصير الليمون، ونخلطو قاع هاد العناصر هادو ونخليهم يطيبو. خاص هادوك القطع تاع الدجاج يطيبو وينشفو من هداك الماء. وغادي ندوزو باش نحضرو الكفتة، حتى هي غادي نديرو زيت الزيتون. الكفتة البنات رانا شرملتها، غادي نحط راس تاع البصلة قطعته. بالنسبة للحم المفروم أو الكفتة رانا درت فيه قاع التوابل مزيان، فغادي نضيف غادي نشحرو البصلة، وغادي نضيفو الكفتة تاعنا باش تطيب. صافي، من بعد ما تشحرت البصلة غادي تزيدو الكفتة، المهم البنات بالنسبة للكمية راه تقدروا تستعملوا مثلا نص كيلو تاع صدر تاع الدجاج ونص كيلو تاع الكفتة، او لا تقدروا تاخذوا مثلا كمية تاع الكفتة زايدة وصدر تاع الدجاج قليل. مهم تيبقى لكم الاختيار وعلى حسب الكمية اللي بغيتوا تصايبوا نتوميا. ها هما القطع تاع الدجاج كيطيبوا هنايا، وهادو هما الحشوات تاعنا خليناهم يطيبوا.
صافي ها هما الحشوات طابو وجدوا لينا، غادي نمشيو باش نصايبوا لي صوص تاعنا. مهم بالنسبه غادي نحتاجوا لهذا الخبز هذا اللي خاص بالطاكوس، من بعد وغادي نتشاركوا معكم في فيديو ماجي ان شاء الله. غنحتاجوا الهريسه، الصلصه تاع الطماطم، وعندنا هنايا المايونيز، الكيتشوب، وصلصه الخردل، وعندنا ثومه محكوكه مجففه، راس تاع البصله مشلط، والمعدنوس قطعناه، وقطع تاع الفرماج. بالنسبه لاصوص الاولى غادي نحتاجوا فيها المايونيز. مهم الاساس تاع هاد لي صوص هو المايونيز، غناخذ معلقه كبيره تاع المايونيز، غادي نضيفوا عليها صلصه الطماطم. المهم الا كانت عندكم ديك المركزه من الاحسن، فانا ما عنديش، استعملت غير هذه العاديه اللي تتكون واجده، خديت معلقه. وغادي نجيبوا معلقه تاع الكيتشوب، هاد لاصوص كتجي لذيذه بزاف اصلا. هاد جوج تاع لي صوص رائعين، كنتمنى تجربوهم. غادي ناخذ المطارد او الخردل، ناخذ معلقه، غادي ناخذوا البصله مقطعه، والثومه مطحونه، غادي دير واحد الرشه خفيفه تاع الثومه، وعندنا هنايا معدنوس مقطع. غادي نجيب زلافه، غادي نجيب زلافه كبيره، هذه ما غاديش تكفاني باش غادي نخلط. غادي نضيف نص معلقه تاع الهريسه، بعدنا غادي ندير الفلفله حمراء ولا التحميره نص معلقه، وكنخلط. وهذه هي لاصوص تاعنا الاولى، كتجي لذيذه رائعه بزاف. غندوزو باش نديرو الصلصه الثانيه، غنحتاجو فيها الكيتشوب، مايونيز، عصير تاع الحامض، والهريسه. غادي ناخذو المايونيز، ناخذ معلقه ونص تاع المايونيز، غادي ناخذ معلقه تاع الكيتشوب، وراس المعلقه تاع الهريسه، وغادي نديرو عصير تاع الحامض شويه، غادي نعصرو شويه تاع الحامض، غندير شويه تاع الملح. عفوا البنات، في الصلصه الاولى ما قلت لكمش الملح. وهنايا غناخذ نص معلقه تاع الفلفل الاسود اولا البزار، صافي. وغادي نخلطو، هذه هي لاصوص الثانيه. مهم تاع لاصوص الاولى ما تنساوش ديروا فيها شويه تاع الملح. وهادو هما لي صوص تاعنا، كيجيو بنان لذاد بزاف. هادو هما لي صوص تاعنا. دابا غادي ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي غادي نصايبو الطاكوس. غنحتاجو الماكينه تاع بانيني وبطاطا فريت. البنات راه فاش كنت تنوجد في الحشوات درت بطاطا فريت كتقلى باش نستغل الوقت. هنا غنحتاجو الفرماج مربع والخبز تاع الطاكوس. عندنا هنايا الحشوات راهم واجدين، الكفته والصدر تاع الدجاج ولي صوص. دابا غادي نبداو على بركه الله باش نصايبو الطاكوس تاعنا.
غادي ناخذ هاد الرغيف هادي اولا هاد الخبز اللي خاص بالطاكوس. كيف ما قلت لكم ان شاء الله نهار اخر غادي نتشاركوا معاكم كيفاش كنوجدوه. غادي ناخذ لاصوص وغادي نحط كميه جوج معالق صغار. غادي نحطوا الكفته وقطع تاع الصدر تاع الدجاج. دوك الشرائح البنات تاع الصدر تاع الدجاج رانا قطعتهم مزيان ما خليتهمش طوال. مهم كيبقى لكم الاختيار تقدروا تديروهم مقطعين من الاول. وغادي نحتاجوا لهذا الفرماج المربع. هذا الفرماج البنات هو اللي كيجيبها لذيذه لذيذه بزاف كيجي رائع. وغادي نحطوا بطاطا فريت. انا غنوري لكم الاولى ومن بعد غادي نكمل الباقي. غادي نحط الكاتشوب من الفوق تبقى على حسابيه الذوق بغيتوه ما بغيتوش ما تديروش. وهنايا غادي نلفوا هذيك الفطيره تاعنا غادي نحاولوا نشدوها بيدينا باش ما تحلش. ومن بعد غنحطوها في الماكينه تاع بانيني. ملي كتحطوها في الماكينه تاع بانيني وكتبريصا صافي ما كتبقاش تحل. صافي غادي نسدو عليها الماكينه تاع بانيني ونخليوها حتى تيذوب داك الفرماج ونتلاقاو باش نوريكم الطاكوس تاعنا. مهم هذا هو الشكل النهائي تاع الطاكوس كيجي لذيذ ورائع. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب تاعكم. ما تنسونيش لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في فيديو ماجي ان شاء الله.